السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. الآن في الجزء الثاني من التصوير أو الحلقة من الجزء الثاني مع أخونا علي بروسلي، والآن جانب التغذية وبعض الأسئلة اللي راح أكون أنا مكانكم وأطرحها على أخونا علي. Hi everyone, now is part 2 about the diet system, the feeding system, and there is some question as well between. Ali is so curious about giving his birds something new, something with high vitamins, something to cover all the missing parts in the birds. You know, the English bodies need so much vitamins and minerals and, you know, the carotene as well, to provide a healthy bird, a very, very good fertilities, and a very nice shiny feather as well. تفضل اخونا علي. يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله. طبعا عندنا الكود هذا ما شاء الله مصفوف الحين، الخضره اللي موجوده. طبعا هذا ترى كل يوم قاعد يصير، وانا من اول اقول ما هو دراما حق الفتوى. الخضره المستخدمه هي عندنا اللي هو عندك السلري، وهي اللي هو جذور السلري نفسها، كان فيها فوائد زياده عن السلري. So this is the celery, and you can see the roots and the whole celery. So we will start with this one. هذه كوسة، كوسة طبعا معروفة علشان الباجي تحن تحرج السفن، وفوائدها ما شاء الله وايد. هني عندنا فيميل طبعا محبوب جدا ومعروف صحي. This is the female as well, you can see. And also he's always trying to get them from the best store, and because we don't have these old things in Kuwait, so all these are imported. So he go to the special store to have something with very good quality as well, the same as he take for his family. هذا البطاطا الحلوة، ناس تسميه ناس فنجال تسميه. طبعا البطاطا الحلوة لازم تعرف انها امريكية، لان لاحظ اللون لونه برتقالي، اللي من ديار ثانية الكواليتي مالها اقل، هي لونها اصفر. حق بيتا كاروتين، حق الالوان وايد زين، يدعم الالوان ويدعم الريح. يعتبر هو الملك للبيتا كاروتين بالخضروات. ماشي، اللي موجود فيه اكثر من الجيلات. كبيتا الكاروتين، هذا جزر، طبعا كنا عارفين فوائد الجزر. So you know what is the vegetables now? So I just mentioned some of them. هذه زهرة، الزهرة برتقالية، طبعا انت لا شغلة لا تعرفها مغازي. أي شيء لونه برتقالي معناته أن في بيتا كاروتين زيادة، والكاروتين نحتاجه حق الريش، حق عمود الريش نفسه. ماشي؟ So why Ali is picking this one? Because it's having this color. This color is providing the carotene for the healthy feather for the birds. So that's why he's focusing on the orange color on the vegetables. هذا منفوخ زي ما تقولي، منفوخ طبعا معروف اللي هو التباجي، معروف بالفوائد وايد، ولكن احنا انا دائما استخدمه عشان يصير الطبق او الملون زياده، لان كل ما صار الطبق ملون الطير ياكل اكثر تبدا الالوان. This is the cabbage and he added more. There is many things good in it, but plus he liked the color. The more color you added to your mixture will make the bird curious to try it and to encourage them to eating all the soft food. هني عندك الفلفل، ثلاث الوان طبعا. الفلفل عادي عارفين احنا فوائده، عندك الاحمر والاصفر، هي زياده بيتا كاروتين، هي اكسترا زياده عن الاصفر. وهم نفس الطريقه انه نقدر نسوي فيه تلوين. لاحظ انت عندي الايت فود اليوم، لو الخضره فيها الوان فمين تعمل الذره، وايد ناس تستعمل الذره، عرفت؟
So he also mentioned that because he needs a beta carotene from here as well. Plus, he's adding these colors to encourage them to eat the soft food. هذا بروكلي معروف الفوائد الكالسيوم والفوائد وايد ومضادات الشجر. الحين شوف الشكل عقب ما تخلط شوف الالوان كم يصير مغري اكثر حق الطريق ماشي. So you can see the color which is colorful now to encourage the birds to have the soft food. نحن عندنا هذيلا الخضرتين هذيلا تونا معتمدينهم جدا لان بالخضرة دائما عندك البوتاسيوم مو موجود والموز هو اقوى شيء حق البوتاسيوم بس ما نقدر نعطي موز في مشكلة عند البعض لانه يلزق بالواي وبالخشن يسوي تنكر عرفت. فعندنا هذيلا خضرتين هذا يسمونه اللوفت الالماني مصدر جدا قوي حق البوتاسيوم ماشي وهم بعد لوايد تاثير على الدايجست اللي هو الهضم الجهاز الهضمي وعندك هذه الخضره تجي من بلاد اللي هي شرق امريكا تحت صوب البرازيل مال البرازيل هم وايد اسمها تابلت حديثه عندنا يعني هم بعد مصدر بوتاسيوم وايد قوي حق اللي مو عارفها يعني. So this is also something new he added to his mixture. This one from Germany and the other one these are too high in potassium. The potassium is very high in the banana, but you can't give the budgies banana. So instead of banana, he add this two to provide the potassium for his bird. هذا الدفن الأحمر اللي هو الأعواد الفريش ميلك وهذه اللي هي الحلبة وهذه خلطة مالت حبوب وهذا الكمندر طبعا الكمندر ما نضيفه فوائد لأنه يسوي ألوان فيستنبته وايد أسهل ويصير ياخذ فايدة زيادة منه وهذا دفن ياباني مستنبت. So this is the spreading seeds which is red millet and Japanese millet and also other two. The parrot instead of he's giving it because it's giving too much color, sometimes the bear don't like it, so he tried to, it's better to grow it for him, then put it, so the bear takes all the benefits. هذا الغازي مكسدوريال اول شيء انا احطه على الخضره عشان يسوي نفس كوتد عليها بعدين اضيف الاشياء الباقيه اللي هي الحبوب ماشي شوفه هذا سبع انواع مكسرات داخله يعطي انرجي طبعا كانت بسيطه الحين لاحظوا الكميه اللي حطيتها بسيطه بس بالشتاء ترى يزيد ماشي. This oil to also have some benefit in calcium and all that. Give the vegetables more shiny color. And also he just put little in the summer time. The winter time he can put more from this one. طبعا نحرك وايد عشان نتأكد انه صار في شورتنج. اوكي. So he's moving, you know, many times. So he makes sure that they all mix very well. There is no specific vegetable go one side and not go to the other side. الحين صار في شوية طبعا الزيت صار في زيادة الحين نضيف الحبوب ماشي والشوفان علشان الشوفان يسحب إذا باقي في زيت يسحبه ماشي عندك هذا الشوفان. هذا شوفان خلطة أنا مسويها ثلاث أنواع شوفان ومعاهم جاودر بعد ما تجيهم من عائلة الشوفان معاهم الشعير هم بعد من عائلة الشوفان ومعاه أنيمال بروتين ماشي. So this is oats, two three kind of oats plus animal protein. He make them by himself. The oats is good to
take all the extra oil inside it. You can suck it all the suck it on the oil. هذا هم شوفان هم نسوي في اويل داخل فما راح اضيفه كل لان اصلا هو شارب الاويل راح اخليه على جنب اخر شيء اضيفه عندك هنا الكونديشن شيت اللي هو التونك شيت ناشف فراح يسحب اللي هو الاويل اللي موجود. This is the tonic sheet, Ali tonic sheet. He makes them by his own also by choosing a specific وهذه خلطة اللي هي خلطة طير كاردينال 20 نوع حبة موجودة فيهم أشياء رير مو موجودة فالأفضل إن الواحد يأخذها كخلطة عشان ما لما يجمع بيطلع يعني بيرك وايد عرفت. So this is the cardinal, which is the other species bird. The seed of the cardinal contain many kinds of seeds. So instead of taking them one by one, he put them. He just using the all mixture to take all the benefits as well. So this is the wet mixture. Now is the drying mixture. ايه كود اليوم مستخدمينه اللي هو الجونيور ماشي اكسترا بيوتين في داخل وايد زين حق الريت يدعم الريت بعدين في كواليتي سيد داخل لاحظ هذه مثلا عندك اللي هي بذرة الشارجي اللي هي يسمونها الجرثوم لاحظ شلون حبتها صغيرة زين نضيف عليه الناشف طبعا انا حق الكالسيوم اعطي كالسيوم بالماء ولكن بين فتره وفتره اعطي اللي هو الايج شيل اعطيه حق الطيور ياخذون منه كالسيوم وبعض المرات ترى قد نصرف يعني احطه. So this is the egg shell. هني عندك بيجما جرين بونيو بادي عارف عارفين الفائده. بيجما جرين بونيو بادي يا. هني عندك هذه خلطه اعشاب ماشي. وتتسوى شاي بعد وهم هذه خلطة أعشاب ولكن بس تستعمل للأكل هذه تستعمل شاي وأكل هذه بس للأكل وهذا اللي هو الشيكويد الناس يعني الحين الناس المودرن عارفينه هو شنو شيكويد and two kind of herbs one of them you can use it as a tea the other one just for the food mixture. هني عندك اللي هو روزماري اللي الجبل وهذا فلفل أسود. So this is rosemary and this is black pepper. طبعا ليش الفلفل الاسود؟ لان هذا اللي هو كركم. احنا دائما نحاول 20% حتى لو كان كركم بودر عشان يشتغل معاه في كركم تاخذ منه مضادات اكسده لازم الكميه مثلا اذا عندك 10 جرام تخلي منها 20% اللي هو مثلا 2 جرام تخلي هو فلفل اسود لازم تسويهم ميكسنج مع بعض. طبعا انا استخدم اذا هذا موجود استخدم واذا في بودر هم استخدم ما عندي اي مشكله فيه بس لاحظ ان انا ما خلصت هني يعني هو في لون عشان ما يخرب اللون ما تعرف. So he used the curcumin seed with the black pepper to get all the benefits. You have to put if you are using it just add 20% of the black pepper to have all the benefits and plus something because it's color the color is spreading everywhere so he didn't put it with the other mixture he will put it with the drying mixture. You can see the color. مين هذا عندك اللي هو كسار ثوم ماشي وهني عندك هذه بودرة بودرة بصل وهذا عندك اللي هو ال جولد ميكس اللي هو جولد هيرب ميكس في سيويد داخل في اعشاب وطبعا البيس ماله اللي هو اوريجانو. So this is mix of oregano and herbs. This is a small pieces dried garlic and this is this is the powder onion powder as well. طبعا انا بعض المرات ليش اليوم انا بحط فيتامين ولا انا كنت اقدر احط هذا بودر لكن البودر مثل راح اختلط مع الفيتامين يسوي له اكسده هذا ما يختلط مع الفيتامين طير يعني ياخذ اخذ عرفت. So you can see he can use the powder of the garlic but
because he's using many powders, so he's giving it this drying one, which is pieces, so they not mixing all together and maybe not getting the benefits. Yeah. What to do? خميرة كبيرة داخلة 29 ناتشرال أمينو أسيد فيتامين بي بروتين ألف لا باس عليه 46% ما شاء الله الشركة كانت بتسوي ترى 52 ولكن حسب القانون يعني نزل اللي عند الفيرجن القديم راح يلقى 52 إلى 53 10 جرام طبعا 10 جرام ما ربوا على كيلو 10 جرام احنا عندنا كمية أكثر من كيلو ولكن احنا عندنا فيتامين موجود هنا ناتشرال فما لنا داعي ان نحط شيء ان نسكر النقص فقط هذا الفورتي 5 جرام على كيلو ونحط ماشي حق الفيوز كبير نحط 10 جرام مجموعة فيتامين مع تركيز فيتامين اي هذول المنتجين واحد يكمل الثاني ماشي فحطيناهم اليوم I recommended to use Blossom 40, so they are good mixture to provide all the vitamins and the minerals plus the very high protein inside them. So this is the mixture of today. So this is the oats which is contains some oil. So he didn't put it in the first, he just added it in the end. So you can see he's putting the drying with the soft now and add it slowly. والله بتيح وايد تكلم عنه لازم انا تخلط بالصحن تسمع اخرته لازم يجي صوت صوت شيء ناشف ما يصير معين عجين يصير ما تخلطه So he said, when you're mixing the soft food, you have to listen to the noise. If there is a noise of the seed, or you can't hear the seeds, that is your mixture is good. But if it's too wet, you will put many problems inside your belt. طبعا في شغله اللي هو الصفاره احنا دائما نصفر حق الفطير عشان اذا بناكل نعطيه الفول انا راح اصفر اليوم بس عشان التصوير بس راح نعطيهم على طول ماشي ها يلا فينا اربع صفرات ها لاحظوا الفطير هاي قاعده الفحل So you can see after the whistle, all the birds are waiting near the dishes, so they know there is a next food will be given in, or there is a snack or a meal. The time of meal now. Why the offer? I mean, I'm just not yet. Quite big. Fondue, mutton. Why? So instead of knocking or the boxes or that, you just give them the whistle. And they will know this time for the soft food. So this is the part of the feeding system, and we will see you later on.